الوداع الوداع يا رمضان، الوداع الوداع يا رمضان، وعليك السلام يا يا رمضان. عبرت ليالي أنسك العطرات، عبرت ليالي أنسك العطرات، وتهيأت لوداعك العبرات، وتهيأت لوداعك العبرات، أحييت يوم أتيت صفو نفوسنا، أحييت يوم أتيت صفو نفوسنا، فصدورنا بالصوم منشرحات. الوداع الوداع يا رمضان، إنك سيد ومهذب. الله الله الله، وضياء وجهك يا عزيز جليل. رمضان رمضان، رمضان جئت وليلنا متصدع. أما النهار بلهوه مشغول، فالتف حولك سادات ذو الله الله الله، لم يثنهم عن صومهم مخذول. قاموا ليالي
والدموع غزيرة ويد السخاء يزينها التنويل الوداع الوداع يا رمضان الوداع الوداع يا رمضان وعليك سلام يا رمضان أي شهر الصيام بخيره أعلاني وأجلني فصيامه خص الأنام برحمة وكرامة ومسرة وحنان اسمع يا قلبي الله الله فصيامه خص الأنام برحمة وكرامة ومسرة وحنان بصلاتنا فيه تراويح الرضا والفوز والتقريب للرحمن الوداع رمضان سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن كل أماني عليك سلام الله كن شاهدا لنا عليك سلام الله كن شاهدا لنا بخير رعاك الله رعاك الله من رمضان الوداع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وأتم علينا نعمته بصيام شهر رمضان لنكون من الشاكرين الحامدين والصلاة والسلام على من تغنى العالم باسمه ومحبته فأنشدوا
فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. القائل عليه الصلاة والسلام: أنا لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب ليس بعده نبي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي مشاهدي قناة الموصلية الفضائية، نحييكم بتحية رمضانية معطرة، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية رمضانية معطرة، ونقدم لكم الحلقة الأخيرة من البرنامج الرمضاني سمو الروح. هذا البرنامج الذي تكلمنا فيه عن الفرق الإنشادية الموصلية الدينية. اليوم هذه الحلقة الأخيرة مع القامات الإنشادية في هذه المدينة العزيزة. القامة الإنشادية أخونا الدكتور ياسين محمد فيصل، والشيخ ما شاء الله الخبير في المجال الإنشادي والقرآني الشيخ مقداد القعبادي، والشيخ علاء الدين العبادي، وأخونا المبدع دائما محمد سالم الملقي. انتهى رمضان يا شيخ. نعم. هذا الشهر الفضيل. نعم. ما شاء الله التقينا مع عدد لا قليل من الفرق الإنشادية في هذه المدينة في سمو الروح. ختامها ما عرفنا نتكلم على ختام رمضان هذا الشهر الفضيل. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. طبعا لكل شيء بداية ونهاية. رمضان ينتهي والسنون تنتهي والأعمار تنتهي، يعني انقضاء رمضان يذكرنا بانقضاء العمر. الله، المفروض يعني الإنسان يأخذ عبرة. نعم، يتخذ العبرة من انقضاء العمر، وإنما الأعمال بالنيات بخواتيمها وبالنيات. نعم، وبخواتيمها. جميل. فمن فاته يعني شيء من رمضان يتدارك ما فاته. هناك مقولة لأحد العلماء يقول: كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. الله الله، يعني المسلم دائما هو في اتصال مع الله عز وجل. ما معناته انه رب العالمين ما بس برمضان، رب العالمين بجميع الأشهر. هو فرصة رمضان أتى لكي نرجع جميعا إلى الله تبارك وتعالى. المحسن منا يستزيد من الإحسان، والمسيء منا يترك إساءته ويعقد صفقة جديدة مع الله تبارك وتعالى. رمضان يشفع، القرآن ورمضان يشفعان للعبد عند الله تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى باب الريان، أي نعم، أن يشفعنا، أن يشفع رمضان فينا، وأن يجعل رمضان يعني يشهد لنا بأننا يعني صمنا واحترمنا هذا الشهر، وصمنا وقمنا وتقربنا إلى الله تبارك وتعالى، والله أرحم الراحمين. أسأل الله تعالى أن يعاملنا بما هو أهله، الله الله، وأن لا يعاملنا بما نحن أهله. الله، نحن أهل التقصير، الله، نحن أهل الذنوب، الله، نحن أهل المعاصي، لكن ربنا تبارك وتعالى أكرم أن يعامل، نعم، بما هو أهله. إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. الله الله، بارك الله بك. ما شاء الله دكتور، ما أعرف شلون نبدي بصراحة، يعني رمضان انتهى. نعم، ما شاء الله دكتور، يعني الله يحفظكم. كلام الشيخ ما شاء الله أثر فينا جميعا. أيه والله، والله جميل جدا. نعم، ما شاء رمضان الله. هو تجديد للعهد مع الله سبحانه وتعالى، لكن العبرة في المواظبة على ما بعد رمضان. الله، من المحافظة على الصلوات، وهذا الصلوات، المحافظة على الصلوات وقراءة القرآن الكريم. نعم، الذي يعني هجر كثيرا، القرآن هذا دستور الأمة. الله، فمن هذا المكان، من هذا المنبر نوجه، من هذا المنبر رسالة. نعم نعم، توجه رسالة أنه المحافظة على ما بعد رمضان. الله، أنه رب العالمين ما بس موجود برمضان. نعم، ولو حتى لو شوية يعني أقل ما مشكلة، بس نحن ما نهجر القرآن، أو نحن برمضان نصلي بعد رمضان ما نصلي، أو صلاتنا متقطعة. هذه رسالة من هذا كل المنبر، كل أعمال البر. نعم، يعني سبحان الله، ترى الناس في رمضان يواظبون حتى على أعمال البر، إخراج الصدقات، من السعي يعني على الأرامل والمساكين. الله، وأنت تعلم في هذه المدينة عانت ما عانت،
من أهوال الحروب وغير ذلك من النكبات الكثيرة، فنريد أن دائما الاتصال وصلة الرحم تستمر حتى ما بعد رمضان. جميل جميل، بارك وأيضا الله. من هذا المنطلق احنا نعاهد أنه نبقى نمدح النبي صلى الله عليه وسلم. ماكو أطيب منه والله، والله ماكو أطيب. إن شاء الله تنالون وننال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والله مداح الرسول والله لا يضام، والله عندي اليقين ما لا يضام، يعني حتى المداح هم القوم لا يشقى فيهم. أنت محب ما شاء الله. لا هم القوم لا يشقى جليس. لا والله حتى يمدح، يعني يمدح قلبه مع فيج رب العالمين سبحان الله. إن شاء الله والله إن المستجير ببابكم ما خاب، كيف المادحون تخيبوا. الله 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 الله. وعليه نمدح النبي مشترك إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. يا ربي صلي على الأمين الصادق، قامت نجاني الله عليك.
تحية لخيبر حبر الطرايق كان بحرا زاهرا لجلالة الفرسان ليث سابق يا ربي صلي على مين الصادق يا ربي صلي على مين الصادق ملاح في الظلمة ما شاء الله ما شاء الله هذه القصيدة ما حد يمن منه من قبل 50 سنة ما شاء الله رحمة الله سمعناه من ملا صالح سبحان الله تاريخية الله الله ناخذ فاصل إن شاء الله مشايخنا نعاود هذه الحلقة المميزة الأخيرة من سمو الروح دائما معكم أعزائي المشاهدين مع القامات الإنشادية في هذه المدينة مع سمو الروح ولكن بعد الفاصل عدنا إليكم أعزائي المشاهدين وسمو الروح هذه الحلقة الأخيرة من رمضان سبحان الله انتهى رمضان إن شاء الله نسأل رب العالمين يتقبل الصيام والقيام لنا جميعا قبل ما ندخل نسمع أخونا دكتور ياسين الفيصل نتكلم على رمضان على الشعراء على المشايخ ولو بدقائق يا شيخ تفضل إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم يعني وعدنا أن نتكلم عن أستاذنا حسين قاسم في الحلقة رحمة الله عليه هذا الرجل أيضا من يعني علماء المدينة الله. ومن أدبائها وأيضا كتب في يعني في المديح النبوي يعني بعض طرق المديح النبوي يعني حتى ملا عثمان الموصلي رحمة الله عليه كان من يسمع لحن جميل ينظم علينا كلمات الله يعني يقولوا له مثلا اشتهرت الاغنيه الفلانيه ياخذ اللحن ويخلي كلمات ياخذ اللحن ويعمل كلمات دينيه تصير تنزيله هذا موجود جميل فعندنا من المؤلفين كان محمد حبيب افندي العبيدي مفتي الديار الموصليه ما شاء الله يعني في زمن الدوله العثمانيه ما شاء الله محمد حبيب افندي العبيدي عام من كبار العلماء ما شاء الله كان هو المفتي عنده انظر الي واعطف علي, واعطف علي ان لم تسعفني اكن شقيا عدد الحان من السيقا يعملوها ومن النهاوند يعملوها من النهاوند الحان كان لحنا يعني ابو حيدر استاذ عبد الجبار يمكن هكذا استمعته قد لحنها من النهاوند فهذه غزليه هي ابيات غزليه رحمه الله عليه استاذ حسين الفخري عمل عليها انظر الي امن الي واعطف علي إن لم تسعفني أي لم ترحمني أكون شقيا بآل طه وصحب طه جميل جميل سألت الله نصرا من النهاوند عمل من النهاوند إيه نعم هي ممكن يعني من أين غمل تجي من السيقاية من النهاوند يعملوا والزنجيل مال اللي مال ملا عثمان كان هو ناخذ آل الرسول المرتجى غوث العوالم تمام آل الرسول المرتجى غوث العوالم كزنجيل لها هو ايضا عمل عليها زنجيل يعني ربط بها ايضا زنجيل استاذ حسين رحمه الله عليه ناخذ اكذ بيتين منه امن الي واعطف علي نصرا عليا أمن إلي
جميل، بارك الله فيكم. هاي القصيدة جميلة. دكتور، الكلام ما شاء الله تكلمنا، ونسأل رب العالمين تقبل الصيام والقيام ما شاء الله، ورسائل وجهت رسائل طيبة أنت والشيخ ما شاء الله. قد أيضا في خاطري فكرة. نعم نعم، نسمع. من كان يتكلم الشيخ على شعراء الموصل وعلمائها، فيعني يا ريت انه تخصصون في البرنامج. والله حلو، والله ببالي حضور الشيخ وامثال الشيخ ان شاء الله. الله هذه الموسوعه ان شاء الله، يعني يجب ان نعطيهم حقهم. نحن تكلمنا بيهم بالحلقات، تتذكر قبل ثلاث سنوات سنتين عملنا حلقات خاصه على مؤلفين المدايح، يعني اخذناها من حسن العلقاوي واخذنا والحديثين كلهم، بس عندنا نيه انه الطيبين نعمل لقاء وياهم بصراحه. الله يحفظكم جميعا ان شاء الله. نعم، نسمع الرس ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يا ضياء ويا ضياء محمد أنقذ الإنسان. الله الله الله. محمد أنقذ الإنسان، منهجه صلى الله عليه وسلم قد ضاع من جانب المنهاج وابتعدا. أشكي لي من وجد وحالي، الله الله، أقول لي من النبي غالي، الله الله، أشكي لي من وجد وحالي، الله الله، وأقول لي من النبي غالي، الله الله، إيه اللي غير أحوالي لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لا لما
الله الأنفاس والأرواح. يعني هذا ختام رمضان يعني عم دخل العيد. نعم. سبحان الله هاي سبحان الله هذا الشعور المختلط انه انت مقهور على رمضان وفرحان بالعيد. شيخنا الوقت سبحان الله انك نسمع يعني نسمع الفرحيات يعني يمكن عندنا الصبا يا شيخ الصبا نعم نسمع الصبا ان شاء الله صبا حزين ايه صبا حزين بس منه فرحيات يعني ايقاع ماله يعتمد على ايقاع على ايقاع على ايقاع نسمع الصبا ان شاء الله يلا شيخ آي زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشم بلظى هواك تسعرا فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى مددا آمان الله الله يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا صبرا فحاذر فحاذر أن تضيق وتضجر قل للذين تقدموا قبلي ومن بعدي ومن أضحى لأشجاني يرى عني خذوا وبيقتدوا وليسمعوا وتحدثوا بصبابتي بين الورى فدهشت بين جماله وجماله وغدا لسان الحال عني مخبرا تجلى القلوب بها الله الليلة الأخيرة من شهر رمضان أيضا يعني من المستحب قيامها بالعبادة ما شاء الله وهذه ليلة تجلى القلوب بها طوبى لمن قامها في ذكر مولاه الله فقم أيا غافلا واقصد حبيبه يا منعيني فقم أيا غافلا واقصد حبيبهم هذا الحبيب الذي ترجى عطاياه مددا آمان آمان برقكم ساطيع حبيبي نوركم سامع فضلكم شايع بلا لوم بلا لوم يا رسول الله بلا لوم بلا لوم يا
حبيبي في ديار الخوف يا مسارة ناس طبيبي كف عني اللوم إلى لوم إلى لوم يا رسول الله بلا لوم إلى لوم يا حبيب روحي تبدى للمفتى روحي تبدى للمفتى ساكن طيبة يا عربي يا موت يا بدري أنت تدري ما في صدري من الكرب يا مولاي طازين نور العين طازين نور العين كن شفيعي يا عربي يا مولاي يا زيني قرة عيني يا جد الحسيني يا عربي يا مولاي طازين نور العين طازين نور العين كن شفيعي يا عربي يا مولاي ما شاء الله بارك الله بكم الحمد لله. طبعا هذه الأمسية الجميلة الحلقة الأخيرة من سمو الروح مع القامات الإنشادية الفذة في هذه المحافظة. طبعا باقي لنا دقيقتين نحن هاي الدقيقتين طبعا نشكركم باسمي وباسم هذه القناة الموصلية ومشاهدي قناة الموصلية نشكر أخونا الشيخ مقداد العبادي الخبير في المقامات النغمية والتراث الموصلي وفي المقامات القرآنية ما شاء الله الأصل القرآن وهذا كله يتفرع من القرآن ذلك فضل الله علينا وعلى الناس إن شاء الله إن شاء الله نشكركم يا شيخنا على هذه الحلقة المميزة جزاكم الله خيرا على الاستضافة بالعكس واللقاء بالمشايخ الكرام اي والله حفظكم الله على هذه الفرصة نشكركم صراحة نشكركم والشكر موصول إلى المبدع دائما الله القامة الإنشادية الموصلية الجميلة لحضوركم الدكتور ياسين محمد الفيصل المشايخ جميعا الله يحفظكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم آمين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان على ربوع عراقنا الحبيب اللهم آمين وموصلنا الحدباء وأن يجعل هذا العيد
عيد سعادة وخير وبركة وأفراح ومسرات على هذه المدينة، المدينة المعطاء، مدينة بلد الله يونس عليه السلام، ومدينة الأنبياء والأولياء والصالحين. اللهم أمين. جزاك الله كل خير، ومن هذا المنبر أقول للمشاهدين كل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركة إن شاء الله. إن شاء الله. والشكر موصول لأخونا محمد سامي ملقي. الله يحفظكم دكتور، وشكر القناة الموصلية السباقة والداعمة لهذا المجال الإنشادي، خاصة في شهر رمضان وعد شهر رمضان، في شهر رمضان القرآن والإنشاد، وفي غير رمضان البرامج القرآنية التي برزت كثير من قراء الموصل. طبعا نوجه لها الشكر الجزيل، ونقول للمشاهدين أيضا تكملة لكلام الدكتور كل عام وأنتم بخير. نتمنى أن نكون كما كان الصحابة رضي الله عنهم، كان في 6 أشهر يستقبلون رمضان و6 أشهر يدعون رمضان، فكان السنة كلها عندهم رمضان. اللهم آمين. نتمنى أن نكون كما كان صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن والجميع المشاهدين. وشكر موصول إذا أخونا علاء الدين العبادي، نشكركم يا شيخ الله يحفظكم. والشكر موصول إذا السادة المشاهدين على هذه المتابعة، هذه الحلقة الأخيرة من سمو الروح. نلتقيكم بمناسبات دينية قادمة إن شاء الله. نقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.